تمت المصادقة على تمديد سريان حالة الطوارئ بالمغرب من طرف مجلس الحكومة من يوم الأربعاء 10 يونيو على الساعة 6 مساء إلى غاية 10 من يوليوز على الساعة 6 مساء. والكثير كيتسائل على الفرق بين الحجر الصحي وحالة الطوارئ. بدوري في هذا الفيديو غنعرفكم على الفرق بين هاد زوج المفاهيم، ولكن قبل ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شاركوني ايضا ارائكم في التعليقات. نبداو بالحجر الصحي ونحاول نبسط لكم المفاهيم. يوم 15 مارس 2020 قام المغرب بتفعيل الحجر الصحي، وتم اغلاق جميع المنافذ دخولا وخروجا مع جميع دول العالم بدون استثناء، وذلك بعد ظهور الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا كوفيد 19. والحجر الهدف منه إدخال المصاب بهذا المرض في عزلة تامة عن بقية الناس باش ما تنتشرش العدوى، وكان المغرب خد العديد من التدابير الوقائية: التباعد الاجتماعي، إغلاق جميع الأماكن اللي كيكونوا فيها التجمعات بحال المساجد، المدارس، المقاهي والقاعات السينمائية والرياضية إلى آخره. وكان الخروج من المنزل مسموح فقط للذهاب إلى العمل أو اشتراء الحاجات اليومية الضرورية، وكذلك في الحالات الطارئة بحال الحالات المرضية المستعجلة. ولكن هادشي كله تم السماح به بشرط توفر على رخصة تنقل استثنائية مع إعلان حالة الطوارئ. ندوزو دابا لمفهوم حالة الطوارئ. حالة الطوارئ الصحية هي حالة إنذار كتعلن خلالها الدولة أن هناك خطر صحي على المواطنين، وبالتالي كتكون مجبرة على اتخاذ قرارات استثنائية لكي يكون فيها المواطن على استعداد لاتباعها دون مماطلة واستهتار. وحالة الطوارئ هي حالة نادرة الحدوث عادة، ولا يتم الإعلان عنها إلا للضرورة القصوى، مثلا لا سمح الله في حالة الأعاصير المدمرة والزلازل والأوبئة إلى آخره. ودابا ندوزو الفرق بين الحجر الصحي وحالة الطوارئ. الفرق بين هاد جوج المفاهيم هي أن الحجر الصحي كيعني العزل التام للمريض والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، وحالة الطوارئ الصحية هي حالة إنذار كتستوجب من المواطنين الانتباه للقرارات اللي كتصدر على الدولة. السؤال المطروح حاليا هو: ما الذي جاءت به حالة الطوارئ الصحية في بلادنا؟ المغرب أعلن عن حالة الطوارئ الصحية في 19 مارس 2020 وتم تمديدها في 20 أفريل، تم تمديدها مرة أخرى لغاية 10 يونيو، واليوم تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 يوليوز من نفس السنة لتدخل مرحلتها الرابعة. وفي إطار تحضير للعودة للحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط تخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم بصفة تدريجية، عبر تقسيم التراب الوطني إلى منطقتين: منطقة تخفيف رقم 1 ومنطقة تخفيف رقم 2. كان هذا الفيديو ديال اليوم، كنشكركم على وفائكم، نخليكم مع تقسيم المناطق، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.